الطائر ده أهم حاجة في حياة الحيوان ده. لو مش عارف الحيوان ده فهو غرير العسل، وهو يعتبر أجرأ حيوان على وجه الكرة الأرضية، وده على حسب موسوعة جينيس. أجرأ من الأسود والفهود وكل الحيوانات اللي أنت بتشوفها دي. غرير العسل تقدر تقول عليه مدمن عسل، وكون إنه يعرف مكان خلية فيها عسل فدي حاجة مش سهلة بالنسبة له. هنا يجي دور الطائر ده واللي اسمه دليل العسل، واللي يعتبر زي ما بنقول بالمصري كده النضرج بتاعه. طائر دليل العسل واللي بيتغذى على العسل برضه بيدل غرير العسل على الخلية، واللي بيهجم عليها ويدغدغها ويقسمها نصين، نص ليه ونص للطائر النضرج بتاعه. يا اخي سبحان الله، قول لنا العلاقة دي بتفكرك بيه؟